اسمح لنا دكتور محمد، خلينا نبدا من البدايه. امتى المريض يقرر ان هو يتابع اذا كان عنده مشكله في الكبد ولا ايه هي المؤشرات اللي ممكن تقول للمريض انت لازم تتابع وتمشي ورا السكه دي وفي الموضوع ده علشان يمكن او احتمال يكون عندك مشاكل اكشف كبد يعني لو بنقول ايه روح للدكتور بطنه او اكشف كبد. تمام. عاده البدايه بتبقى من اكتشاف حاجه غير طبيعيه سواء في الفحوصات اللي هي التحاليل المعمليه او في الاشعاعات، ودي دايما بتبقى بدايه اكتشافنا للمشكله. يعني المريض عمل اشعه تلفزيونيه على البطن او سونار على البطن، اكتشف وجود تدهن كبدي او تشمع كبدي، وده بنشوفه بالسونار العادي البسيط خالص على شكل زياده في لون الكبد، او بنقول الكبد بيبقى برايت او لامع او فاتح اكتر. ده في السونار بيبان، ده في السونار العادي او في الدهون الثلاثيه بيطلع. لا دي بتطلع ولا دي حاجه ثانيه ولا الدهون الموجوده على الكبد دي تحاليل دم. تحاليل دم مقصود. اسالني انا دكتوره قديمه برضه يعني بقى. اسالني قلت نفس المعلومه اللي قالها دكتور محمد. لا الدهون الثلاثيه بتبان في التحاليل. ما انا اقصد في التحاليل يعني مش في السونار. لا ما تمام، بس قصده في تحليل الدم المتعلق بالدهون الثلاثيه بيبان برضه. تمام. الدهون الثلاثيه دي الديسليبيديميا او لخبطه دهون الدم، ودي ساعات كتير بتبقى مصحوبه بتدهن في الكبد. ساعات بنكتشف ده عن طريق الأشعة، ساعات بنكتشف ده عن طريق التحاليل المعملية، وخصوصا الإنزيمات الكبدية اللي بنسميها جزء من الليفر بروفايل أو البروفايل بتاع الكبد، ارتفاع الإنزيمات ساعات ده بيبقى بداية الطريق. العيان بيعمل تحاليل روتينية اللي بيبقى عادة منها ارتفاع في إنزيمات الكبد، وده دليل على وجود مشكلة ما لازم احنا بنمشي وراها وندور على سببها. غالبا بيبقى فيه التهاب في الكبد، والتهابات الكبد زي ما حضراتكم عارفين اسبابها كتيره ومتشعبه. عايز اسال حضرتك على عرض موجود عند نسبه كبيره جدا من الناس، وهو عرض محير قوي لان ما بتبقاش عارف يا دكتور تروح لدكتور ايه. الخمول والكسل. تلاقي المريض جاي بيقول لك بقالي فتره ما عنديش نشاط، عندي lack of energy، مش قادر، على طول مكسل ومهمد. هنا يبدا منين؟ مع حضراتكم كبطنه وتحاليل كبد ولا تنصحوا بايه؟ طبعا بيبقى البدايه دايما عند الطبيب الباطني. الحقيقه دي من الاعراض اللي بنسميها في الطب النون سبيسيفيك سيمتومز او الاعراض غير المحدده، لانها ممكن تكون عرض لامراض كتير جدا. ممكن تكون عرض لمشكله محير في الكبد، طبعا ممكن تكون عرض لمشكله في الايض زي مثلا ارتفاع الدهون بتاعه الدم، ممكن تكون هو الميتابوليزم، ممكن تكون مشكله نفسيه اللي هو الميتابوليزم الايض او الحرق بالظبط.